اهلا وسهلا بكم احبائي، حلقه جديده. انا هسه يمل سياج مال البيت الابيض، حطوا هذا السياج الحديدي لانهم متوقعين انه تنقلب الدنيا. الى حد هذه اللحظه الانتخابات غير مضمونه البايدن او الى ترامب. طبعا اكيد هذا الموضوع يهم الكره الارضيه كلها، لان الانتخابات الامريكيه وتهم العالم كله وتأثر عليه. جيت من البيت بالبايسيكل، هنا ناس ما اعرف دي يتظاهرون، ما اعرف شو اسميها، قدام البيت الابيض. يلا وياي واحكي لكم عن الانتخابات. You're from North Carolina? Yes. Welcome to DC. All right, buddy. You believe in Jesus? He's your Lord and Savior. That's the gospel of salvation. Why you're not wearing a mask? Just asking. Well, look, we're outside, we're outdoors. Yeah? Yeah. Do you believe in science? Believe in science, sure. So you believe there is a deadly virus or not? Does it kill some? Yes. Does it not kill some? Yes. سامي اللافت بالحقيقة، كل هؤلاء المتظاهرين هنا وكل هؤلاء الناشطين هنا هم يعني ضد الرئيس ترامب. حبيبي هاي لقفني واحد. تعال شلون لعلي؟ شلونك؟ انت شفت هذا الشايل مال جيسس سيف؟ شلونك؟ قل لي ليش لابس دبل كمامه؟ قلت له انت ليش ما لابس كمامه؟ شلونك؟ شلونك حبيبي؟ حياك الله. امورك؟ ويا من انت؟ انا ويا الغد. ويا الغد؟ الغد. هاي اماراتية. 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 على الراس. يا جماعة. طبعا بنص هاي الهوسه العزيز عمر تحياتي. الله يسلمك. استلمني فد كلام جميل جدا، هيك رجعني لايام بغداد القديمه. الخير الخير، ماكو زين هذه الشيء الاخير. يابا تحياتنا حبيبي. الله يسلمك. طبعا هاي لغه 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 ماكو بدون توقف نهائيا، ماكو شيء. أنا من شارلوت طريقي. Oh man, I'm from Charlotte, man. I know you. God bless you, man. How are you? Good to see you. I moved here. Oh man, you did the right thing. This is beautiful. It's been 2 years. I read your story online that you came here. Yeah. I love you, brother. Too. Oh my goodness, man. I'm so happy. Happy to see you. Thank you, brother. Yeah. God bless you guys. Come on, give me one. I got good news. Jesus saves. Woo! He loves you guys. Jesus saves. أنا ما كنت أعرف صديقي من شارلوت. أنا زين اللي قلت لي مكان أحط البايسيكل. يا جماعة هذا 10 سنوات بشارلوت هو يوقف بالداون تاون يصيح جيزس سيف. أوكي، وسووا عليه قصص يعني طبعا مو طبيعي. واو، أخيرا شفته همينة.
خلي بس اوخر من هاي واشغل لكم اشيل الكمامه حتى تسمعوني. كلها قنوات 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 كلها منها. ها اروح تلفزيون ما حيوان صاعدي. واحدة من أكبر الأشياء اللي تصير الآن بالانتخابات الأمريكية هو أصلاً تصير بالعالم كله هو المس انفورميشن والديس انفورميشن. الديس انفورميشن هو لما مثلاً دولة مثل روسيا تجي تجيب فد فيديوهات مفبركة وده تضحك بيها على الناس. عادي إذا إنسان طبيعي مثلاً ينضحك عليه بهاي الفيديوهات، بس مو إعلاميين. من الغلط من الغلط من المشكلة العملاقة إنه يجون عندنا إعلاميين هم اللي ينضحك عليهم بهاي الفيديوهات وبهاي الأشياء. فالعملية الديمقراطية هي عملية مهمة جداً. سلامة العملية الديمقراطية أنه الناس تؤمن بالديمقراطية هو شيء كلش كبير. أن يطلع دونالد ترامب ويقول أنه الانتخابات مزورة هو شيء كلش مدمر للإمبراطورية الأمريكية. أوكي وهذا اللهم صل على جيسوس ما أشبك لازم أنا استحقيت الزوج استحقيت ما طلع حتى حجيب عمال رحت. أوكي ف سير أطلع منها يعني عكس السير بس يلا ترى دول ستاربكس من فتحين اي. فاحنا هاي مشكلة عملاقة تصير عندنا اللي هي مشكلة شلون المعلومات خاطئة. ايضا الكثير من اعلاميين ما يفتهمون بامريكا، ما يفتهمون بالنظام الامريكي، ما يفتهمون شلون الواحد يصوت بالبريد. من يطلع يحكي اللي دي يصير انه دي يضحكون على عقولكم، يعطوكم معلومات خاطئة، معلومات كلش خاطئة، بحيث أنه عيب. من أقرأ أقول شون ها شون شون يجري شون يشعج نفتهموني بع كلها واشنطن بوم. لأنه ترامب ما حيطلع من البيت الأبيض، لو ذبحوه ألا يشيلوه ألا يشيلوه بس اسمه مع باكم حيطلع ألا يشيلوه بال بالقوة يطلعوا. يقدر أحد يفيدنا بيها ويفيدكم بيها هو أن نتعلم شلون نحصل على المعلومة الحقيقية المعلومة الصحيحة. هذا هو المهم، مو أن يجيني الإعلامي يقول لي الخبر والخبر هو جايبه من السوشيال ميديا ومضحك عليه بسبب خوارزميات الذكاء الاصطناعي. البوابة مال البيت الأبيض كله كان مفتوح. حبيبي ثانك يو بي اتش كم عندي يتعارك صار هل صار مان يو بين فايتينج فور لايك ان اور وات ار يو ريكوردينج فور
Oh.